بنعمل دايما نتكلم. انا فخوره جدا ان كنت جايه النهارده، ومتنى جدا اني اتكرم من مهرجان فني راقي زي مهرجان وجه. لكن اكيد عقلي وقلبي متغذى، لان انا كفنانين جزء من الضمير العربي. ونرجو الشهداء اللي سفر اهاليهم. شكرا للمغرب البلد القريبه جدا من اهلي، شكرا مهرجان وجده، شكرا استاذ فادي حسين رئيس المهرجان، وطبعا كل الشكر والتقدير للسيد الوالي معالي الجمال. شرف كبير ليا ان انا بتكرم من وجده، بلد جميله، وانا ليا الشرف اكون في وسطيكم. ميرسي.